نعم، غير هذا من الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. ليلاوش كونتني أنت وطالع يعلو دمو إسلام سرعات وشال. نعم يا أخي. عدل. العدل. هل الدين الإسلامي دين عدل أو دين مساواة؟ نعم. إسلامنا هاي معنوات يفتح دين ويس يمستكاك الدين. نعم. هل الدين الإسلامي دين عدل أو دين مساواة؟ لم يأتي نص واحد في كتاب ولا سنة صحيحة ولا أقوال السلف أن الدين الإسلامي دين مساواة. نعم. تا قرآن تا حديث كسلف وشين دين الإسلام يا ما استكاك يا ما هندو يستكاك لا دين هندو باند أين يستكاك لا نميل علم التام. من يقول أن الدين الإسلامي دين مساواة ماذا يقصد بهذا الكلام؟ إن حيوانات كلهم باتكالي باند كليات أدقوا يمين ويميل بأسلمنا لي وعشنو يريد يساوي بين المسلم واليهود والنصران. اليوم ما يهودنا نصاران يستكاكل يفلق ويريد يساوي بين الرافضة والسنة. سنة النار وعفضان عندنا تو كلنا تو مالت يفلقنا. لا، الدين الإسلامي دين عدل. دين الإسلام فتحاوية هنا دين نورهم. إذن أهل السنة والجماعة يأمرون بالعدل. أهل السنة والجماعة بفتح الزبو وينهون عن الظلم. كبدلك الكلام لابد من فهم أمر ما وهو. نعم. لابد لابد أن نفهم. للنوق يجب جلال. نفهم ماذا؟ من للنوق؟ أن العفو لابد فيه من شرطين. يكر مالت قولت مسكرت له. الأول أن يكون عن قدرة. عفو مالت عفو مالت نبالو كهالنة تشايلنة مجمرة يتقاقر أنة مهنانة. الثاني أن يراد به الإصلاح. ولتنيا دمو عفو مالتو ملكا منقر ما استكاكل النقر طول نقر لأسنة. الآن العفو عن السارق مثلا في إصلاح؟ لا، فيه إفساد. إذن هذا ليس بعفو في الشرع. سلالي لباوكشن إيا سرقوا يكر مالتو تغنوا يترو ملكا منقر أدن ما بلاشتنا. إذن الدين الإسلامي دين عدل. سلمنا هايمانوت يفت هايمانوت. ولا يمكن أن يقال دين مساواة. عبالا من الدنيا استكاكلا هايمانوت وعبالا. يقول لابد أن نساوي بين المرأة والرجل. إلى أنه والناس يتقلوا إلى أنه. ولم يعطي أحد للمرأة حقها إلا الدين الإسلامي. عند مساو يمنا جيلم لا سيات لج ملتوان تقريون يسطات عند إسلامنا هيمانوت. لأنهم يكذبوا على المرأة بكلمة المساواة. الناس بسيات لي وشات عن صهر قالوا أخو كل وهم بملوا آلاتات شوفة تقمعوا. وبالعدل تأخذ المرأة الحقوق التي فرض لها الله سبحانه وتعالى. قل اسلمنا بفتح يمي فرضنا بقالنا الله سبحانه وتعالى لسيتوى الشيء من قبات المرتوان يتاقن يالك.